ردا على بيان وزارة الخارجية الإثيوبية وعلى اتهامه السودان بالعمالة لأطراف أخرى، أكدت وزارة الخارجية السودانية أن البيان هو إهانة بليغة لا تغتفر. الخارجية السودانية أكدت أن مسألة الحدود السودانية الإثيوبية لا يمكن أن تكون أساسا للعدوان الذي تتصرف به أديس أبابا، متهمة إثيوبيا بتوظيف سياساتها الخارجية في غير مصلحة شعبها. الخارجية السودانية طالبت في بيان لها إثيوبيا بالكف عن ادعاءات لا تسندها حقائق وأن تغلب إرادة السلام على حد وصفها. وأيضا اتهمت الخارجية السودانية إثيوبيا باللجوء لطرف ثالث في اعتداءاتها على الأراضي السودانية. قتل أحد الرعاة السودانيين في أحدث هجوم تشنه جماعات إثيوبية مسلحة داخل أراضي سودانية. وسائل الإعلام السودانية نقلت أن فصيلا مسلحا إثيوبيا هاجم رعاة في منطقة الفشقة بولاية القضارف الحدودية وقتل أحدهم بعد مصادرة قطيع ماشيته. وعلى إثر هذا الهجوم طالب مزارعون ورعاة في ولاية القضارف بنشر قوات للجيش السوداني على طول الحدود مع إثيوبيا لصد هجمات الفصائل الإثيوبية المزودة بأسلحة ثقيلة.